نعبابو رئيس فيدرالية جمعية المحامين الشباب بالمغرب. اليوم هو يوم احتفال الرسمي بندوت التمرين الوطنية، وهو تقليد دأبت هيئات المحامين عبر العالم على تنظيمه، ونحن في المغرب أيضا نحافظ على هذا التقليد على اعتبار أن المحاماة هي مهنة كونية، وهي مهنة يعني عالمية، ومهنة تعنى بحقوق الإنسان وبقضية العدالة بشكل عام. هذا الندوة وهذا الاحتفال هو فرصة ننقل بها المحامي المتمرن الذي يأتي من فضاءات الجامعة، من الفضاءات النظرية، إلى عالم الواقع، حيث القانون الحي الذي يمشي على يمشي على رجليه ويمشي بين الناس. ولهذا نحاول أن ندمج المحامين المتمرنين بهذا الاحتفال، ويستأنسوا بمهنة المحاماة وبما تقدمه للناس من خدمات. مسألة أخرى أريد أن أتطرق لها هي أنه الآن الأوان لكي نطور هذه الندوات، خاصة وأننا ننتظر صدور قانون جديد يعطي لتكوين المحامين الأولوية، وهو قانون رغم أن مقتضيات القانون القديم كانت تنص على إحداث معاهد جهوية إلا أنها لم تفعل. اليوم هناك جهود مشتركة بين وزارة العدل وجمعية هيئات المحامون بالمغرب أو هيئات المحامين بالمغرب، وكذلك نقابات المحامين عبر ربوع الوطن، من أجل وضع تصور متكامل على هذا المستوى. إن تكوين المحامين هو الرافعة التي بها يمكن أن نؤهل المحاماة لتخوض غمار المنافسة، خاصة وأن هناك زحف دولي واجتياح لمجموعة من المكاتب الدولية لخدمات مهنية تقدم هنا في المغرب. تحدي التكوين كما قلت هو أولوية الأولويات، بالإضافة إلى تحديات أخرى تهم المهنة بشكل عام. وهذا كل ما يمكن أن أقوله بهذه المناسبة، وشكرا لك.